الو، ايوه معاك يا استاذ، اها لقيتي مسجل؟ بياناتك ما ظاهره لسه. كيف ايوه تبع اها اللي مكتب الجبل. انا قدمت، انا من منطقه الجبل. انت بعد كده تعمل البروسيس بتاعتكم باعتبار انه القضيه مشت في الجبل. احنا مقدمين 3 مرات في الجبل، ما في زول اشتغل بينا. طيب انا معلش، شخصيا طيب انا انت شخصيا قدمت مقدم برغم لك. العداد؟ نعم، قدمت برغم العداد ما ولا رغم برغم العداد اللي هو في عمود خارج البيت واقع في عمود بتاع تليفون. كويس، فهمتني؟ انت لما قدمت البلاغ دخلت برغم العداد ولا بالبلاغ انا بتاع الخطورة؟ دخلت بالخطوره. كويس، لانه الشغل خارج البيت ما شغل في العداد. طيب بلاغ بالاسم ده ما لقيته في المكتب موجود. يعني معقول زميل تكون كذابه؟ أنت من قالت كتابة لكن حتى ما اسمها سميه. لأن اسمها منو؟ سمية. سميه اي ولا بتمشي فيني؟ والله حاليا بالعرض ما ظهر لي باسم بكر محمد. اذا انتوا قاعدين بتكذبوا، الواحد ما يثق فيكم. وبالمناسبه انا مسجل مكالماتك عندي، وقسما بالله العظيم لو ما صلحتوا لنا العمود ده انا بشتكيكم بوليس كيس. عارف شنو يعني بوليس كيس؟ افتحي بلاغ باسم ابو بكر محمد احمد وفي عمود واقع في سلك بتاع كهرباء طيب ما وخطر على الاطفال. مشكلة، بشير بلاغ حسب برفع لك البلاغ. كويس، طيب معلش، المنطقة وين؟ جبل أولياء، السلة الجديدة، جوار الطرمبة. عندكم مربعات ولا أرقام نازل؟ تقريبا 81 تقريبا، لأنه ده الأرقام شنو اللي اشتغل مربع رقم العمود؟ 81. العمود ما بيتذكر رقمه كم. طيب معلم بارز اتجاه الجغرافي منه. اللي هو الطرمبة، طرمبة الجبل القديمة. كويس، ان احنا شردها طوالي. العمود مايل يا استاذ ولا فيه حريق؟ وقع عليه عمود بتاع تليفون، انا ذات الظاهرة دي صفوها بشنو ما اعرف. عمود التليفون قام جاري السلوك ونزلت تحت. كويس، ايوه السلوك بعد شويه يا حتقع في الواقع يا حتقع في البيت يا حتقع في شافع تقتله. أبو بكر محمد. محمد احمد. هاي اديك رقم العداد، لا ما بيحتاج، ما دي هنا ما ممكن بلاغات يحدد المكتوب. اللوكيشن. لا تحديد ما الاتجاه ممكن يتم عن طريق العداد. اي لا ما بلاغات الخطورة ما محتاج رقم العداد، خلاص اوكي. بس بيمشي للمكتب بتاعك بتاع الجبل. كويس يعني جميل، أهم حاجة اختيار المكتب الصح. خلاص جميل. خليك معي لحظة في الخط عشان البلاغ بتاعك يمشي. كويس، عندك رقم تلفون ده تضيفه للبلاغ ولا رجع اللي لكم هو السراب؟ التلفون ده ذاته. كويس، 09. لا المتصل علينا منه؟ هاي المتصل لكم بيه. لا المتصل ده اصلا بيظهر يعني، لو عندك ثاني رقم لو الرقم ده قفل ولا حاجة. لا ما في. ما في؟ هاي في لكن ما حظ. ما مشكلة، ما دام رقمك ده متاح بيتصل لك على فيه. ايوه جميل، متاح. طيب الحين رسلت البلاغ وان شاء الله المشكلة تتعالج، نتابع لك بلاغات. خلاص شكرا. اسم الاخت مين؟ ريماس. ريماس، تشرفنا. إن شاء الله ربنا يوفقك. إن شاء الله يا رب. الله يبارك. تسلم. الله يسلمك. كويس.